ترند الاهلي والكلام عن مباراه اليوم اكيد في مختلف الحسابات المختلفه على السوشيال ميديا، فخلينا نبتدي بحساب الرسمي للنادي الاهلي واللي بيفكرنا بذكرى جميله جدا. وما اعتقدش ولا اهلاوي، انا متاكد ان ولا اهلاوي هينسى يوم زي ده. قال لك من 30 يوم او من 30 ليله هكذا كان حال ابطالنا داخل الملعب وحال جمهورنا خارج الملعب. كيف كان احتفالك في هذه الليلة الرائعة؟ أنا واثق كل واحد دلوقتي بيسمع السؤال ده بيفتكر إيه اللي حصل في الليلة دي. كلنا عمرنا ما هننسى الفوز التاريخي للنادي الأهلي على الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا في نهائي هذه البطولة واللقب التاسع في تاريخ النادي الأهلي، وأجواء كانت رائعة زي ما حضراتكم شايفين كده في الصور. الشناوي وهو بياخد البطولة، كابتن محمود الخطيب وهو بيقبل رأس مؤمن زكريا اللي بالمناسبة يعني في تحسن كبير جدا في حالته وإن شاء الله يعود قريبا، وأيضا كمان جماهير النادي الأهلي وهي بتحتفل بفوز النادي الأهلي الغالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز كان الأغلى في تاريخ النادي الأهلي لأن هو جه على حساب كمان نادي الزمالك، وديربي أول مرة يحصل في تاريخ القارة إن فرقتين من بلد واحدة يلعبوا نهائي أكبر بطولة قارية في افريقيا. فطبعا مش اي ليله يعني. خلينا نروح كمان لتنويه من حساب النادي الاهلي على تويتر واللي بيقولوا او بينوهوا عن مباراه اليوم ما بين الاهلي والاتحاد اللي هتكون الساعه 7:30 ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام. هنا كمان يلا كوره بيتوقعوا التشكيل نادي الاهلي في مباراه اليوم، وده مجرد توقع من خلالهم وحسابهم على فيسبوك، وبيقولوا هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف وعلي معلول، ثلاثي خط الوسط اليو ديانج، اكرم توفيق وحمدي فتحي، وفي الامام كل من محمد طاهر محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهرباء. ايا كان من التشكيل ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في احد اصعب المحطات في بطوله الدوري بكل تاكيد. خلينا كمان نروح لفي الجول وحسابهم على انستجرام، وبيقولوا ان الاهلي تفوق في آخر 10 مواجهات من خلال فوزه على الاتحاد في 6 مرات وفوز الاتحاد مرة واحدة وتعادله في 3 مناسبات. الأهلي كمان أحرز 19 هدفا واستقبل 7 أهداف في آخر 10 مباريات. الأهلي كمان فقط 9 نقاط أمام الاتحاد من أصل 30 نقطة، وبالتالي أرقام كلها تعتبر جيدة، لكن أنت بتقابل أيضا فريق قوي جدا هذا الموسم ويعني بيمتلك جهاز فني محترم جدا بقيادة الكابتن حسام حسن، فبكل تأكيد هي مباراة صعبة، نتمنى كل التوفيق فيها للنادي الأهلي. فاصل وبعد الفاصل نكمل.